طيب زي ما قال محمد، احنا معانا نستاذن فريق العمل مقادير كفته اللحمه الجملي بالرز. مقاديرها على الشاشه. رز مصري ابو حميد حلو، مجروش او مطحون يعني، هو مغسول ونص ساعه يعني، وسايبينه يبقى طري. ومعانا لحمه مفرومه جملي، ما عندكيش لحمه جملي تبقى لحمه كندوز. والخضره الثلاثي المرح، انا مسميه الثلاثي المرح، اللي هو كزبره وبقدونس وشبت. الله. زي ثلاثي ادوار المسرح كده. يعني تشوفهم الاكله تضحك. صحيح. لازم المصطلحات دي عشان اسمع الام ما تنساش. كزبره خضراء وشبت وبقدونس وبصل وتوم وفلفل وشويه بهارات حلوين. تمام كده. ايه رايك نعملها مع بعض؟ انا مش عايز اقول لك انا بحب الكفته دي قد ايه. الكفته دي انا بحبها جدا. من ايام امي رحمه الله عليها، كنت اكلها ناشفه مقليه، يتعملها بالصلصه الطماطم. ما هي بتعمل بالصلصه بس. على ما هي بتتحمر في الزيت واحنا خلصناها. خلصناها واحده في واحده تكون خلصت. البصل اهو تتقطع كده بالسكينه. تمام. حلو. طبعا يعني انت ليك معايا واقفه في المطبخ هتعمل حاجه، بس انا ايه عشان برضو ايه نعمل كفته. سيب لي الحاجات الصعبه يا شيف ارجوك، يعني خلي الحاجات السهله انت عاملها وسيب لي انا التقطيع. الحاجات الصعبه دي انا معاك فيها. البصل تتفرم ناعم بالشكل ده وكده. ولكن ليا سؤال بقى دايما بنساله لكل ضيوفنا اللي بيجوا لنا، يعني ايه الاكل اللي بتحب تاكله من ايد والدتك في اول ايام الشهر الكريم؟ يعني اول ما بيجي رمضان تبقى فرحان عشان تاكل من ايديها حاجه. هو في عاده دايما في البيوت المصريه كده، معرفش ايه مين اللي طلع العاده دي. لازم اول يوم البط والمحشي. صح كده؟ مظبوط. دي عاده في الحاجات اللي هي الدسمه. بس احنا بقى بنكسر العاده دي. احنا دايما بنحب اول يوم بيبقى فيه ملوخيه كده وورق عنب وكده يعني. والمحاشي اساسي. بس الاساسي ورق عنب مع الملوخيه يعني. اساسي. ده اساسي. ده عندنا. طب محمد، في الايام الاولى من الشهر الكريم تحب تتعزم ولا تعزم صحابك؟ لا احب اتعزم. تحب تعزم؟ اعزم. الوالده بقى دي الكرم بول. يعني لازم يوم اخواتي مع العيله كده. ده مهم جدا. طبعا. يوم وفي العزومه بقى بتكتر الحبايب وتشكيله الاكل على السفره الجميله الحلوه. البيت بيبقى كله بركه بالعزومات. البركه يعني بيبقى في رمضان بيتميزوا البركه، الحاجه القليله بتبقى كتير. بالظبط يعني في الشهر الكريم دايما احنا بيبقى في اكله لازم ناكلها في بدايه الشهر. انت بتحب تاكلها من ايد والدتك ولا من ايد مراتك؟ والله هما بصراحه الاثنين بيعملوا اكل خطير. الاثنين بيتنافسوا على رضاك يعني. لا وحماتي كمان يعني الثلاثه رهاب في الاكل. والاكل بقى يعني حماتك وحماتك ومامتك. حماتي تعمل مثلا طاجن باميه باللحمه الضاني. ملوش حل. حلو. خطير. والدتي بقى تعمل بطانيه بطاطس دي بقى كده باللحمه كده برضو مع الرز كده ملهاش حل. حلو. مراتي بقى الاكل الغربي بقى يعني. مراتي. يعني ستيك. بيتزا مش عارف. طب ليه تعمل الاكل الغربي اكتر يعني؟ ليه ما اتعلمتش مثلا من مامتها؟ بتعرف تعمل بس هي متفوقه اكتر في الاكل الغربي. في الاكل الغربي اكتر. طب هسالك يعني سؤال، اعتقد بعد الاجابه على السؤال ده حاجه من الاثنين، يا تروح تفطر معايا في البيت يا تفطر عند اصحابك. لا اما اخد الحاجات دي افطر بيها النهارده. بتحب اكل والدتك ولا اكل حماتك اكتر؟ والله الاثنين اكلهم بقى. عشان اعرف اروح بس. اجابه اعلامي بقى، اجابه اعلامي. قال لك الاثنين اكلهم حلو. الثلاثه عشان يبقى مظبوط. الثلاثه مظبوط. ما رضيتش ادخل زوجة حضرتك في. لا خليها الثلاثه بالمره بقى عشان يبقى الثلاثه اكلهم. الثلاثه يعني تحب يعني اكل حماتك واكل والدتك الاثنين حلوين. بصراحه. بس في حد يعني بتحب تبقى انت ايه؟ تحب تاكل من ايده حاجه كده في كل حاجه ليه يعني. دايما كده كل يعني مثلا تلاقي والدتي متميزه في حاجه جامده جدا فيها. بس هقول لك على حاجه. بص. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. مش عيب ان الواحد تبقى والدته هي في المرتبه الاولى، الحامه كمان في المرتبه الاولى، حتى حماتك تفرح. اللي ملوش الخير في اهله صح، ملوش الخير في الناس التانية. صحيح. عشان جامل احنا يعني. طبعا. والدتك هي فوق بعد ربنا سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ صح. مفيش كلام. وربنا يديها الصحه وطوله العمر يا رب. حماتك على العين وعلى الراس ومراتك وكل حاجه وزي الفل. صحيح. وبتحب حاجات تاكلها من ايد والدتك وحاجات من ايد حماتك. صحيح. دي الاجابه يا استاذ يا اعلامي يا كبير. صح ولا لا؟ صح كده شايف. طلعتك انا من المشكله الكبيره. انت ضبطتني كده. اللحمه المفرومه مع الرز مع الخضره مع البصل مع الثوم، المكون الجميل الحلو ده كده بيتفرم على الكبه. طبعا احنا ما عندناش الكبه اللي هنفرم عليها لان بتاخد وقت كبير. هي اللحمه كلها تبقى جملي يا شيف؟ لو هي لحمه جملي تبقى افضل. كلها بتبقى يعني خلينا اللحمه الجملي مره في الشهر. هي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. صحيح. وغنيه بالالياف ومهمه جدا، ولكن يعني ما نكسرش من اكلها. هي دي اللحمه الجملي، ولو مش موجوده استعمل كندوز. بس هي الكفته دي بصراحه طعمها اكتر بالجملي. بالذات لما تكون هي بقى متصبعه زي كده. مخرجنا الجميل. ايوه. دي قبل ودي بعد. شكلها رهيب. يعني احنا فرمنا دي على الكبه او فرمناها في المفرمه، طلعت معانا في الاخر دي اللي هي كفته اللحمه الجملي. السؤال الشائك تاني للاستاذ محمد ابو حميد،
طب خليني اسالك شي مره شيب بقى. انت مسافر يعني برضو الشغل الاعلاميين بيشتغل جواني يعني. حلو اتفضل. طب انت ايه الاكله اللي تحب تاكلها من والدتك ايد والدتك بقى؟ ما اكلتهاش من ايد والدتك وما اكلتهاش من ايد حد تاني؟ ملوخيه بالارانب رحمه الله عليه. كل الدنيا عارفه انا كنت احب اكل من ايديها ملوخيه بالارانب. شفت الارانب دي اكله عزيزه طبعا. والارانب دي لازم نخدم عليها صح عشان ناكلها صح. صح مظبوط يعني مش هي اي حد يطلعها مظبوط مظبوطه. ويا سلام لما تحمرها كده بعد ما تستوي في حته سمنه بلدي وانت بتاكلها تقرمش تحت اسنانك يا ابو حميد. الله. مع شويه ملوخيه معمولين بشوربه الارانب. الله يا شيخ. وشويه رز ابيض مصري لطاف كده وتحط الملوخيه على الرز وتقلبهم مع بعض يبقى الف. جوعت انت؟ انت بقى راجل يا ابو حميد بعتنا شيف بعتنا النهارده يا شيف والله. كفته اللحمه الجملي دي بعد كده هنمسكها طبعا نحمرها في الزيت دلوقتي. بص على الحلاوه والشقاوه. بص كلها مقاس واحد ولازم تتعامل زي الصباع الايد الصغير. اهي شفت دي كفتتي اهي. طبعا انت عشان اعلامي شاطر وانا بحبك ومجتهد في شغلك للامانه من القلب للقلب والله يا شيخ. طبعا يعني احنا على علاقه طيبه جميله. بصراحه شكرك. طبعا عايز اسالك حاجه يا شيخ. اتفضل. هو المود الواحد بيفرق وهو بيطبخ؟ ده انت جيت على الحته بتاعتي. طب ما تقول لي بقى. مزاجك حلو والاكل هيطلع حلو فعلا بجد معاكني مزاجك. وطبعا بنصح ست البيت ما تخشيش المطبخ ومزاجك مش حلو والله لو الاكله يعني عملنا لها اي حاجه. انت مزاجك حلو الميه في ايدك شربات سبحانك رب. طب اطلب من مره كده من زوجة حضرتك فنجان قهوه وتكون هي متعكنينه وانت مش جايب لها اللي هي عايزاه. القهوه بقى تقول زياده سكر زياده محروقه من غير وش خالص. انما تخيل دخلت حبالها بحب انت هتشربها بحب وتقول لها تسلم ايدك. هو في الحالتين بنشربهم يا شيف يعني. في الحالتين هيتشربوا وهتقول الله يعني. دي النصيحه التمام يعني. في الحالتين القهوه مظبوطه في تحفه يعني في الحالتين. بس عارف لو احنا بس المره الجايه كان القهوه ليها وش يعني انت على قد ديت يعني. المثل الشعبي يقول لك انت اللي على الرز لما ايه لما يستوي هو ده. بس لازم يغلي الاول. الرز بالشعريه بالذات علشان يطلع معاكي حبه وحبه ومستوي نصيحه من شيف بيحبكم. سيبيه على النار بعد ما تحط الشوربه بتاعته المغليه مع الشعريه اللي اتحمرت والرز لان عدل الكفته دي رز بالشعريه هنعملها بصلصه طماطم فلازم تهدي النار عليه بعد ما يغلي مباشره. السؤال الجميل اللي جاي لك بقى قول لي يا ابو حميد دلوقتي انت بتحب في الشهر الكريم تقضي السحور بره مثلا زي اصحابك تقضيها ولا من الناس اللي هي تنام بدري وما تتسحرش وتصحى مع صلاه الفجر؟ لا احب اتسحر بس صح. يعني أساس. ممكن مش كتير قوي اتسحر بره يعني. يعني مش كتير احب الاكل بره البيت في رمضان سواء سحور او فطار يعني بتوتي في الاكل في حلو بتوتي في الاكل في البيت بس ممكن تتعزم على السحور يعني. لطيف لطيف جدا. لازم يبقى في كده كام يوم كده سحور بره وتدفع فاتوره برده وكل حاجه ده. يا ريت ده الواحد يتبسط. حبيبي وحميد انا بعمل لك كفته لحمه جمل اهيت. هي المشكله كلها شيف بقى ان عندنا مشكله ابتدت روائح الاكل تطلع. وابتديت كده شيف يعني مش عايزه انا عايز اوصف للناس ريحه الاكل عامله ازاي هنا. الريحه اللي طالعه مش عايز اقول لكم الوصف بتاعها عامل ازاي. لا كفته اللحمه الجملي بالذات دي لها ده لسه كمان هيطلع. لا والله دي عايز اقول لك لما بتتحمر كده شفت ازاي بص في نازله في الزيت ولازم تتحمر بالشكل ده كده واحده واحده. انا عايز اقول لحضرتك لو كان مش كانش في رمضان كان هتتحمر كنا خلصناها وانت قبل ما تنزل في الصوص. بتبقى عامله زي اللوز. تاكلها لوز مقرمش بس اللي عاملها بالمقاس يعني مش حبه واحده ازاي. لا كلها بالمقاس يعني. دي المساعده بتاعتك ازاي. انا ما عنديش طولة بال اعملها كده. خليك لا الله يكون في عونك يا شيخ بقى الوقت. الله يكون في عونك. شفت. طيب ابو حميد في سؤال مهم جدا ولادك ما يحبوش ياكلوا من ايدك في المطبخ؟ يا بابا تعالى مثلا اعمل لنا اكله حلوه كده. مره عملت تحدي كده انا وابني في يوم قلنا لهم بنتي ومراتي يطلعوا بره المطبخ بقى كده احنا اللي هنعمل الفطار. حلو. وهي كانت اول مره واخر مره. طبعا المطبخ كركيب بقى يا ريت بس بتاع الغسيل. قلنا بقى هنعمل فطار بقى من كل حاجه مصري على لبناني على كل حاجه ممكن تتخيلها. فالمشكله ان احنا اتحركنا في وقت واحد في المطبخ. يعني ابتديت تعمل فول في طعميه في جبنه بالزعتر مش عارف كلهم في وقت واحد عشان تنجز في الانجاز مع بيض مش عارف ايه. حلو. فكله بقى اتحرق بقى يعني ودي حاجه طالعه بره فما دخلناش تاني المطبخ. مفاجآت. شوف الكفته في قلب الصوص بقى سيبها تغلي بقى تقوم تطرى. شفت بقى ايه سيبها بقى خد التوابل بتاعتها. هو في فعلا اللي تعمل في الحله او في الطاسه ولا جنبيها الرز بالشعريه. شفت الاكله دي؟ الاكله دي عشق. اوبا يا شيف انا احبها من زمان. لا شيف حرام عليك يا شيف. عشق. رز بشعريه وكفته اللحمه الجمليه ده احنا يا شيف كده انا قعدت كتير قوي.